صباح الخير لكل المشاهدين يلي عم بيحضرونا بلبنان أو خارج لبنان، أو كمان للمتابعين على يوتيوب شانل تبع مريم تي في لبنان. أنا بدي أشكركم من الأول على المتابعة يلي عطول عم ضلكم ترافقونا بكل حلقاتنا وتعطونا الفيدباكس تبعكم، وبوعدكم من هلأ أنه الحلقة رح تكون كتير حلوة ورح نساعدكم تتبلشوا نهاركم بإيجابية بابتسامة وبهيك قد ما بدكم معلومات مميزة. قبل ما نبلش الحلقه اسمحوا لي رحب معي بالاستوديو بباسكال. صباح الخير باسكال. بونجور، كيفك؟ اول شيء ان شاء الله يكون نهارك سعيد اليوم. وانت كمان. الصبحيه اليوم مميزه انا وياك، هيك تعودنا كل نهار نهار بالاسبوع بنعمل صبحيه انا وياك، وهيك بنكون عم نقضي وقت حلو وايجابي مثل ما قلت للمشاهدين. اكيد ان شاء الله دائما هيك يكون عم نرسم بسمه على وجوه المشاهدين اللي عم يحضرونا. نعم، ونقدم له معلومات مهضومه وحلوه. نعم، رح نبلش بأول فقرة لليوم واللي هي بالنسبة لي الأهم، لأنه هي البداية إذا بدك، واللي هي رح تعطي كل الإيجابية اللي عم نحكي عنها. الفقرة الأولى هي كوت أنا اخترتها، اللي هي making mistakes is better than faking perfection. قد إيه الناس بتخاف إنه تعمل أغلاط، ما بتقعد تجرب تاخذ ريسك بحياتها. يعني نحن بنقول إنه أنا بخاف أفشل فما رح آخذ الريسك، رح أدعي إني أنا بيرفكت، اني انا كثير قوي، اني انا بقدر اعمل كل شيء مزبوط. ولكن بتشوفي انه بعدين لما عم ينحطوا تحت الامر الواقع ويروحوا على الامتحان عم بيفشلوا اوقات. هذا الشيء بياثر عليهم، لانه لما انت تكذبي على حالك انه انا كامل، انا شخص كامل، انا شخص مميز، وانت منك هيك، انت ما عم تقدري، رح يربى بدماغك فكر انه انت شخص كامل، رح توصلي على الواقع تكتشفي انه لا، انه هو منه هيك. اول شيء ما في حدا كامل صح كبشر. تاني شيء الغلط بيعلمنا، يعني لازم ما ننسى نحن انه الاغلاط هي تجارب وهي بتعلمنا دائما. يعني في قديس بيقول تعلمت اذ تعلمت. نعم، يعني دائما نحن ما فينا نتعلم اذا ما عملنا اغلاط. طبعا طبعا، وهذا الشيء اللي هون بيميز الاشخاص الناجحين. يعني امبارح كنت عم بحضر اشي على يوتيوب، مثلا بيسموا حدا كتير مشهور بيلعب بوكس بار اكزامبل، بيكون مثلا خسر 1000 ماتش تربح ماتش وصار هو المشهور، والا ما عنده اكسبيرينس. ما فيك تعمل اكسبيرينس من ماشي، ما حدا صح. خلق كامل، ما حدا بيعرف كل شيء، كلنا بنتعلم. انا بشبه هذا الشيء بالسهم او سن الشاب اذا بدك، او سن الشاب اذا ما بنرجعه لورا على الاخر ما بينقف لقدام كثير قوي، فقدام نرجع وقدام نشد لورا قد ايه رح يكون الضربه والسهم اقوى. يعني هون بميز الشخص. فأنا بدي هيك وجه رسالة لكل المشاهدين اللي عم يحضرونا، ما تخافوا أنه تفشلوا، ولكن قدروا قديه ممكن تكون خسارتكم، قدروا قديه ممكن يكون الفشل، لأنه أوقات ما رح نقدر نستوعب هيدا الفشل، ما رح نقدر نستوعب هيدا الخسارة. ولكن لما نكون حاطين احتمال نخسر رقم معين بحياتنا، حتى لو مش رقم مادي هو رقم معنوي، نحن بنكون ناطرين هيدا الخسارة، وبنفس الطريقه بنفس الميله لما نربح رح نكون مبسوطين. يعني هيدا الشيء يا باسكال كثير مهم، انه نحن نتوقع انه يمكن نحن نخسر، ولكن قد ايه رح نخسر اذا خسرنا؟ يعني ما فينا نزت حالنا انه اذا خسرت، لا، في اوقات ما فينا نخسر كثير، مشان هيك لازم نكون نعمل فشخات على قد ما نحن بنقدر انه نتحمل الخساره، ويمكن الربح يكون كثير كبير ونكون كثير عم ننبسط ونفتخر بحالنا. مظبوط. هلا هو اصلا ما فيك تقدر تفتخر وتلاقي النجاح اذا ما كان في ريسك. اول شيء واحد بده يكون جريء وقلبه قوي، وثاني شيء يعني دائما في عندك ربح وخساره، هيدي الحياه. صح. يعني صح. وواحد بيدرس خطواته، بيشوف اوقات بتصيب اوقات بتخيب. صح. اوقات الخيبه هي بس لتعلمنا لنعمل احسن مره ثانيه. مهم الانسان يضل دائما يشد الهمة، يعني دائما ما يستسلم، اذا بدنا نقول دائما في امل ودائما ما يستسلم. صح. هيدا اهم شيء بالموضوع كله. صح. ومثل ما كنت عم تقولي تحت الهواء المثل، وحابب لو بتقدري تذكريه هلا، المثل كان كثير حلو. مثل الالماظه. نعم. الالماظه هي حجار موجوده بالدنيا، بس هي صارت الماظه قد ما صار في عليها بريشر، قد ما صار في عليها ضغط على مر سنين، اخر شيء بتنتج الماظه. قد كل ما يزيد علي الضغط كل ما بتجوهر. مزبوط. وهيدا يعني انت تشوفي قد ايه حلو المثل، قد ايه بيتطبق على البشر. هيدي كانت اول فقره لليوم باسكال، ان شاء الله تكوني حبيتيها، وان شاء الله تكون اعطيتك هيك كمان زادت على الامل والطاقه اللي عندك
لو حتى 1%. أكيد دايما دايما نحن لازم نحط براسنا أنه بحاجة نحن الكلمات لنتذكر أنه نحن صحيح بنعرفهم، صح، بس بدنا دايما مين يذكرنا بالإيجابية، خصوصي بالأوضاع الصعبة اللي نحن عم نقطع صح فيها بالبلد. صح صح الفقرة الثانية لليوم شو محضرتي لنا اليوم باسكال؟ اليوم حضرة عن إنسكت أو حشرة، مش معقول نتخيل شو معقول تعمل. هي مهندس بطبيعتها، ربنا خلق فيها تهندس بيتها بطريقة كتير فنية وهندسية متقدمة عن الإنسان. والملفت كمان بالموضوع أنه اخترعت الورق، هي أصلاً هو دبور الورق نسبة لأنه هو اخترع الورق، يعني اخترع الدبور الورق قبل ما الإنسان يفكر بأنه يكتب أفكاره أو يدونها على أوراق. نعم. أوكي. شو كان يستخدمهم للورق؟ يعني هو ما بتصور كان يكتب عليهم. لا، هو بيعمر بيته منهم. أوكي. أوكي. يعني مثل تكنيك البابيي الماشي. أوكي. اللي بيعمله هيدا الدبور إنه بيجيب شقف خشب صغار. أوكي. وأوراق وأنسجة موجودة بالطبيعة، بيمضغهم مع بعضهم، هو عنده يعني بيصيروا مثل بلب أو لب. أوكي. هيدا اللب بس يلاقي المكان المناسب، يعني على شي شجره بشي محل على شي غصن، او اوقات يعني بتلاقوا بالشباك، يعني وين الستور مخبيين شي محل، بيبني القفير. اذا بنشوف هون بالصور رح نشوف المواد مبينه كانها مثل البابيي الماشي، بتشوفهم انه مثل الاوراق. بس هل يا ترى هالمواد يلي عم بيستعملها هو مواد طبيعية منه، يمكن عم يفرزها عم بتقدر ترد من الهواء من المي، يعني بتقدر تحمي النحل إذا بدهم يعيشوا كل الشتوية فيها؟ مزبوط، هي بتحمي الأفير النحل كله، هي بيته بالنهاية، بيته. أوكي. يعني مبني بطريقة ما بيجي حدا بيتعدى عليهم من برا، وبلس هو مضاد للمي. أوف. بس بآخر الشتوية بصير بدهم يرجعوا، بس يجي موسم الربيع بدهم يعمروا قفير من أول وجديد. وإذا ملاحظ كمان بالصور هيدا القفير معمر بشكل هكزاغونز أو كأنهم هن خلايا مسدسة، ومثل بعضهم قد بعضهم اكزاكتلي. هلا القفير من برا بيكون كأنه ورقة، كأنهم هيك أوراق ملفوفة، وبقلبها بيكون بتشوف كأنه مملكة طويلة عريضة. صح. الملكة تبع الأفير بالعادة بتنام كل الشتاء بالسقعة، وبس توعى بالربيع بيرجعوا، إذا كان صار له شيء الأفير بيرجع بيعمره أفير جديد. حلو كتير. وكل أفير يعني معدل الخلايا الموجودة هي بتساع 200 خلية. رائع. تعتقد أنه المهندسين يلي عم يتخرجوا وكل الدراسات اللي عم تنعمل أوليك بيستخرجوا من هالعوائل الاشياء الطبيعيه، او بياخذوا افكار تيساعدوا حالهم؟ لانه منا صدفه انه النحل يكون عم يعمل بيته بهيدي الطريقه. منا صدفه، المهندسين عملوا دراسات كثيره على هيدول على الافير وكيف عم بيتعمر، لانه هيدي الشيء موجود بالدبور بالفطره وبالنحله كمان نفس الشيء. اوكي. حلو كتير على فكرة. وندرز يعني هدول عجايب موجودة بالدنيا نحن دايما بنحب نحكي عنه. والنحل معروفين انه هن من الحشرات او الكوائن البشرية الاكثر ذكاء بالعالم. مزبوط. والملفت انه هندسيا هي هندسة معقدة، منا هندسة سهلة. نعم. بعد عندك شيء بالفقرة الثانية تحب تزيديه قبل ما اسألك السؤال يلي بعرف جوابه؟ لا، فيك تسأل. السؤال هو هل أنت مع أو ضد المساواة بين الرجل والمرأة؟ هيدا سؤال تركي، ما فيك تسأل هيك دائما. الفكرة أنه بمطارح بمطارح كل إنسان عنده دوره، إذا بدنا نقول. أوكي. هي مش الفكرة تحدي برأيي، ولا الفكرة أنه مين أحسن من مين، كل إنسان عنده دوره بهالدنيا. صح. أنا كمان بصراحة كنت ناطر نوع من أنواع هذا الجواب. أشكرك أول شيء، لأنه مزبوط أنه نحن منطالب بالمساواة، ولكن ما منطالب بإلغاء أدوار بعضنا. أبدا. يعني بالنهاية الإمرأة دورها تكون الأم والرجل دوره يكون البي. هذا الموضوع كتير حلو، ولكن بالحياة السياسية الاجتماعية في يكون في مساواة. صح. يعني مثلا رح خبرك اليوم عن اول سيده انتخبت ديمقراطيا رئيسه للجمهوريه، فعليك قد ايه حلو الموضوع، منه من كثير زمان، من 1980.
لانه في دائما هيدا التحدي اذا بنلاحظ بالتاريخ، حتى بعدنا لهلا في ايام في قوانين بتنظلم فيها المرأة، مشان هيك العالم بتطالب بالمساواة. صح. ومش ابدا بهدف انه حدا يضغى على الثاني او يلغي دور الثاني. صح، ولكن اذا كان شخص كفو فليكن. ليش لا؟ ليش لا؟ فب 29 حزيران انتخبت فيكديس لأول مرة امرأة، اللي عم نشوف صورتها هلا، لرئاسة جمهورية ايسلند. سو بتشوفي انه اذا بتقري عنها بشوفوا انه العالم كثير حبتها، والانجازات اللي عملتهم كانوا كثير كتار، رغم انه في بالاول خلافات، كان انه مرة بدها تحكم بلد، وبوقتها بال 1980 يمكن كانت اول مرة. تحدي كبير يعني. تحدي كبير لإلها يعني. صح. مش بس تحدي، العالم كله نطرتها على غلطة على وحدة ليقولوا لهم شفتوا المرة ما فيها تكون بهيدا البوست إذا بدك. ولكن قد ما كانت جدية بشغلها وأصرت إنه تكون عم تقوم بشغلها بأدق التفاصيل وتكون عم تشتغل مزبوط وبكل ضمير، انتخبوها مرة تانية. خلصت ولايتها بال 1984، جددوا للانتخاب، جددوا مدة رئاسة الجمهورية كرمال تكون عم تكمل بعد 4 سنين، كرمال لأنه شافوا قد هي مرة منتجة وقديش مثابرة. صح. يعني أكيد كانوا التشالنجز كتير كبار لحتى قدرت ضاينت تتثبت حالها. صح. من هون نحن بندعي العالم يعني بلشوا من المدارس إذا بدك، يعني لما يكونوا عم ينتخبوا ديليجي الصف يعطوا، إذا بينتخبوا 2 ديليجي ينتخبوا رجل وامرأة، أو يعني تيكون في افكار، لانه كمان المراه عندها دور، والمراه معروفه بكذا شغله، انه مثلا بتقدر تركز على كذا شغله بنفس الوقت. يعني كل حدا بالحياه عنده مميزات، يمكن نحن عندنا شوي الفيزيكال اقوى، كل شيء جسدي يمكن اذا بنتمرن عليه اكثر، يمكن لانه بنخلق عظمنا اتخن، ولكن فيها تكون المراه كمان هذا التكوين بالنهايه ما فينا ننكره. صح. وبنفس الوقت كمان كل انسان عنده دوره، وما فينا ننكر انه كمان المراه عندها افكار، هي منها محدوده. طبعا. هي دائما دائما الواحد بيحتاج على فكره انه تكون محدوده بشيء معين. طبعا. هي منها محدوده. هي الفكره. انا قبل ما اختم الفقره هيك حبيت فكرت بشغله انا وجاي بالسياره، قلت انه لكل شخص بيقول انا ضد المساواه بين الرجل والمراه، والمراه اقل اهميه من الرجل، بدي اذكره بس انه هو ولد من امه. صح. يعني هو الام، امه يلي اعطته الحياه، اكيد بالاشتراك مع بيو، بس الام يلي حملته 9 اشهر ببطنه، ويمكن يكون ببطنه، ويمكن يكون عنده اخوه كمان بنات. فعلى القليله يتذكر هذا الموضوع، بيرجع بيشوف يخطل الاشي على حالهم. صح. بيرجع بيشوف انه لا، الامرأة دورها كتير مهم بالحياة. مظبوط. ميرسي ميرسي على هالنوشن عن المرأة. وهلا ايميليو نحن بالفقرة الرابعة رح نحكي عن ليتورجية الالوان بالكنيسة. اوكي. بنلاحظ دائما انه خلال السنة الالوان بتتغير بين لباس الابونا والمذبح اذا بتلاحظ. أوكي. وكل لون عنده دلالة. هلا الالوان بلشت تظهر غير لون الابيض اللي هو كان اول شيء موجود خصوصي بالعماد، يعني عم نحكي بالقرن الخامس بلشنا نشوف الالوان تظهر بالكنيسه. اوكي. وكل لون اكيد له سبب. طبعا. وبالقرن الثاني عشر صار كثره الالوان اكثر. نعم. يعني كانوا اول شيء مبلشين بالوان وبعدين زادت. إذا بدنا نبلش نحكي لون الأبيض أو الذهبي، لأنه في أوقات بيكونوا لابسين أبيض وذهبي أو أبيض لحاله أو ذهبي، هيدي هي ألوان المعمودية. أوكي. أكيد يعني عم نحكي معمودية يعني حياة جديدة، عم نحكي عن فرح وطهارة، وبتنلبس دايما بعيد الميلاد والفصح. أوكي. دايما عم نحكي عن المجد والقيامة والنور. ومن هون من انطلاقا من مبدا من هيدا المبدا البابا اذا بنلاحظ انه لباسه دائما ابيض. نعم. اللي هو لانه اقرب صله ليسوع بالتراتبيه البشريه يعتبر، فدائما بيلبس ابيض للدلاله على هيدا الشيء. لون الموف او البيربل هو لون تحضيري، دائما تحضيري يعني تهيئه، يا بينلبس قبل الميلاد، واكثر شيء بنعرفه بفتره زمن الصوم. أوكي. اللي هو تحضير للقيامه. وكمان هو بيرمز للتوبه، واوقات بنلاحظ انه الابونا بيلبس اللون الموف بالدفونه. أوكي. بالدفن، لانه كمان تحضير هذا الانسان وتهيئته، لانه هو رح ينتقل لعند ربنا للقيامه. يعني. طبعا. مزبوط.
لأنه نحن ما في عنا موت. لون الأخضر هو لون يعني يعتبر لون يومي، يعني بينلبس نهار الأحد وتكون ما في مناسبات، وخصوصي بفصل الصيف. بيرمز للنمو والحياة اليومية مثل ما قلنا، والأمل. لون الأحمر هو لون النار اللي هي بترمز للروح القدس والعنصرة، يعني بينلبس وبنشوف المذبح لونه أحمر بالعنصرة، كمان بيدل على دم الشهداء اللي استشهدوا للشهادة ليسوع عن الإيمان يعني أكيد، ودم الحمل اللي هي مذكورة دايما بسفر الرؤيا. أوكي. كل الألوان بالإجمال هن مستوحاة من سفر الرؤيا لأنه مذكورة بتكون بالسيمبوليزم. وكمان منلاحظ أنه الكرادي اللي بتلبس أحمر اللي هي علامة للتفاني، التفاني للكنيسة. أوكي. وللبابا كمان. يعني بتلاحظ أنه كل لون له سبب وله معنى بالكنيسة. وبالفقرة الأخيرة اليوم هلأ سبقنا شوي صغيرة، كمان رح أرجع خبرك شيء عن الألوان، بس رح أدركه مفاجأة هلأ. يلا. ما رح خبريك قبل ما نوصل للفقرة الأخيرة، ناطرين المفاجأة. لكن بعد في عنا نحن لون الأزرق بالعادة بيلبسوه بمناسبة عيد العذراء، والأسود اللي منلاحظه أنه كل الإكليريكية بيلبسوه هو بيدل على التواضع، وأنه مثل هن يتقربوا لربنا أكثر. يعني هو هيك مثل أنه هن عم يتخلوا عن الأشياء الموجودة بالدنيا لهدف أكبر. صح، رائع جدا الطريقة اللي فسرتي لنا فيها الألوان. يعني نحن قدام نروح على الكنيسة ومنروح على المناسبات أكثر من الأيام العادية، ولكن ولا مرة منلاحظ أنه الأبونا لابس غير لون، بس ما منفهم أنه شو السبب يلي مغير لون التوب. هلا أكيد نحن عم نحكي أشياء صغيرة وسريعة، يعني مش عم نفوت بالترجية كالترجية كرمال اللي بيعرف وعم يسمع. نحن بس عم نجرب نعطي مختصر ونبذة عن المعلومات هيك سريعة. نعم. هلأ رح ننتقل لقديس كان موهوب، يعني نحن دايما عنا ياهن بالفقرات تبعنا. هالمرة رح نحكي عن قديس إيلوي، سانت إيلوي. هو من فرنسا. أوكي. هو ولد بسنة 588. هو الشفيع اللي بيشتغلوا بالصيغة. واو. جوهرجي. فينا نقول اكتشف بيو من هو صغير انه هو موهوب بصنع الصيغة، وبعته عند اهم عالم بهذا المجال بفرنسا، حتى كان مستشار الملك داغوبير الاول بفرنسا، ملك فرنسا. ومن بعد ما توفى هيدا الملك بعد 3 سنين صار مطران، لانه بعدين لقى دعوته. نعم. طبعا وانتخبوه مطران بعد 3 سنين من وفاة الملك. اشتغل 20 سنة بفلاندر على انه يرد الوثنية للمسيحية ليبشرهم. وكان من اهم المصممين بهيدا المجال، يعني اكيد بعدين نقل هيدي الموهبة، صار يفوت الاشياء الدينية بأعمال كنسية بطريقة شغل. نعم. الصيغة. وتوفي سنة 660. تيكون شخص بيشتغل بالذهب إذا بدك وبالمجوهرات بالفترة قبل، يعني كان ينتمي إلى عائلة مرتاحة ماديا، يعني أوضاع المادية جيدة، عائلة رومانية، لأنه نحن كنا بعدنا بالحقبة الرومانية. نعم. وكانت عائلة مرتاحة. تشوفي انه مثلا اكثرية القديسين اللي بنتعرف عليهم بيكونوا من عيال فقيرة اذا بدك، يعني مش كلهم، او يعني اللي نحن عم نتعرف عليهم او اللي عم يضوي الضوء عليهم عم يكونوا من عيال فقيرة ومحتاجة. هون بتنبشي بتشوفي انه حتى مع المصاري، وكان خبير مجوهرات، يعني كان في يعمل اللي بده اياه بالمجوهرات تبعه، حتى كان مستشار ملكي. نعم. بس نحن هدفنا نفرجي انه القداسة هي ما بتختصر لا على الفقر ولا على الغنى. صح. ولا على المواهب حتى، بالعكس نحن فينا نسخر مواهبنا لخدمة الرب، وهيدا المعنى، وهيدا الشيء اللي انا دائما بحب ضوي. نعم. عليه، يعني مشان هيك انا عم جرب نبش على القديسين بشو كانوا موهوبين، مش بس نفرجي انه هي بس بالصلاة القصة، انه الصلاة بالاعمال كمان.
وهيدا المعنى الحقيقي لجملة الجملة اللي بنسمعها من نحن وصغار، بياخدونا على عيادات روحية وبيسمونا إياها. الجملة هي أنت كمان فيك تكون قديس، يعني مزبوط إنه إحنا بنقول لهم لا، إحنا كتير بعيد عن القداسة، إنه نحن هلأ بعصر السوشيال ميديا كتير بعيد عن إنه نصلي، بعصر المواهب، بعصر إنه لا، كمان ما القديسين قبل يمكن عم بيخبرونا عنهم شيء، بس نحن بعد ما عرفنا كل قصتهم هن كمان كانوا موهوبين، صح، هن كمان كان هيدا عندهم الحس الإنساني يعني الموجود، يعني مش دائما بدنا نصور مثل إيكونوغرافية كأنها ما بتتحرك أو كأنها مش عايشة، بالعكس إن كانوا أشخاص عايشين نعم ومثلنا، بس اكتشفوا السر القداسي أكثر منا. نعم. الفقرة الأخيرة لليوم مثل ما وعدتك باسكال، رح أحكيكي عن شيء خاصه بالألوان. رح تسأليني شو هو هذا الشيء اللي خاصه بالألوان، رح جاوبك. الألوان بالكنيسة وبالدين لهم معنى، والألوان بالسوشيال ميديا وبالماركتينج كمان لهم معنى. ببروجرام سابق انا كان عندي الفرصه اني استضيف حدا مختص بهذا الموضوع، اخذت منه كل المعلومات وجبت شويه معلومات عن الانترنت كرمال تخبركم اليوم شوي عن الشواء تبعكم لما تفوتوا على السوبر ماركت. بتفكروا حالكم انه عم تختاروا الاشياء عشوائيا؟ الجواب هو لا. بالسوبر ماركت الاغراض موضوعة على الرفوف بطريقه مدروسه، يعني الاشخاص الاشياء الكانديز وكل شيء بونشوز والاولاد بحبوهم بيكونوا موجودين على متناول اليد على مطرح ما هن رح يشوفون. الاشخاص يلي اكثر شيء رح نعوزهم بيكونوا محطوطين على الباب اول شيء، هودي اللي بيلفتوا كثير النظر، وكل شيء اوفريت ولازم يعني شيء لازم نشوفه بحطوا لنا اياهم بنص بتكوني مثلا شفتي في رفان بنص في طاوله، هون اللي اكثر شيء بيكون في نظر على هودي الاشياء، ودائما بدهم يسلطوا النظر بالديسبلاي بطريقه العرض، صح، لحتى يشدوا الانسان، صح، انه يشتري. والالوان هون سايكولوجي، هون في عنا سايكولوجي طبعا، والالوان هون تلعب دور كثير مهم. الاحمر عاده هو لون بيدل على كل شيء ايرجان او كل شيء لازم نطلع عليه كثير بسرعه، يعني ايرجان بمعنى يا بيكون هو ايرجان حاله طارئه مثل الصليب الاحمر مثلا، او بيكون بالسوبر ماركت لون احمر ايرجان تلفت النظر انه هذا لازم نطلع عليه قبل ما نطلع. يعني بيكون في عندك منتجين، نفس المنتجين بيكون في عليه واحد احمر واحد لونه العادي، بتطلعي على الاحمر لانه نظرنا نحن دغري بيروح على الاحمر، صح. عندك باقي الالوان مثلا الاخضر بيدل على كل شيء للطبيعه، اذا بدي كل شيء بايو، اذا بدي كل شيء طبيعي اعشاب طبيعي، صح. الازرق عاده يستعمل لكل شيء برودوي لاتير، يعني كل شيء منتجات حليب جبنه لبنه، بتلاحظي انه بالسوبر ماركت بيكون لونه ازرق. وكمان كل هيدا له تفسير نفسي، اذا بدي كله مربوط على نفسيه الشخص كيف بده يقدر يختار. يعني مثلا بتفوتي على السوبر ماركت قليل كثير تتلاقي منتج لونه اسود الا اذا كان كثير ريليتد للشوكولا او مثلا للسبور او بروتيين مثلا، يعني بيكون مدروس اذا بدي كلهم او تيعطوه فكره هاي اند، لانه نعم. هلا صرنا عم نشوفها كثير ترندي، نعم نعم. يعني هون بتشوفي انه حتى جام البرودوي بينعرف من لونه، يعني صح. اذا لونه اسود والكرتونه تبعه الامبلاج تبعه لانه بتعطيك هيدي الغموض اذا بدنا نقول، صح. يعني اذا بتشوفي مثلا السكشن او القسم يلي مختص بالنساء بتشوفي كله زهر كرمال تيعيط لهم عن بعيد، يعني من قبل ما تفوت السيده على السوبر ماركت بدها تجيب غرض بتروح مثلا بتشوف انه هونيك مضوى زهر، كل الالوان زهر، بتروح لهونيك بتلاقي الاغراض يلي هي عم تنبش عليها. عند الرجال نفس الشيء بيكون في عندهم اللون الازرق او اللون الاخضر، يعني هون بتشوف انه بالسوبر ماركت بتمشي حسب كيف هن بدهم يمشوكي. واللي اهم من كل هو اللي هي الاضاءه والاناره بالسوبر ماركت، يعني اوقات بتفوتي على محلات بيكون الريفلكشن تبع الاضويه اللي بالسقف كثير قويه على الارض، بتحسي انه كثير قويه بس يعني منك قادره تطلعي لدرجه انه بتدوخ، ولكن اذا بتطلعي على البرودويات حواليك بتحسيهم مضويين كانه عم بعيطوا لك، يعني كانه المنتج اذا بدك صار بطل غرض، صار شخص، المنتج صار شخص عم بيعمل لك ماركتينج، يعني كانه حاطين اذا بدك تنشبهها كانه حاطين على كل منتج سيلز مان عم بخبرك عن المنتج تبعه من دون ما يحطوا سيلز مان، من خلال الغرض الإضاءة. عم بعيط للشخص، صح. الغرض هو اللي عم بعيط للشخص. قد ايه حلو هذا العالم، قد ايه ما بعرف اذا بحق لهم انه، يعني كنت عم بتساير هذيك المره مع حدا مختص بهذا الموضوع عم اقول له انه بحق لكم انه تعملوا لنا هيدي الجاذبيه اذا بدكم خارج ارادتنا،
انه نحن ما قلتوا لنا انه رح تاثروا على هيدا اكتشاف الانسان للاشياء الموجوده وكيف تاثيرات صح علينا. صح، انه هل يا ترى هن بحق لهم يضغطوا علينا بطريقه غير مباشره نختار هذا المنتج؟ هيدا اللي عم بيصير. قال لي إن جوابني انه كل شيء بالحياه صار نفسي، يعني حتى اذا بتكوني عم تحكي، اذا بدنا نضل نحكي شوي عن الالوان، على الطرقات الارميت كلها مدروسه بطريقه، يعني بيحطوا لك حق الغرض مثلا 40,000 وبيكون بيحطوا لك 39,999 تحت على صغير ما بتقشعيها. انت نفسيا بس تشوفي ال 40,000 رح تقولي كثير، بس تشوفي 39 رح تقولي قليل، يعني مزبوط. كلهم عم بحكي عم بعطي رقم حيالله. هيدا كماركتينج دائما بيستعملوها، لانه انت ما بتقعد تشوف الرقم صح. الاكبر بتشوفه كانه اصغر مع انه نفس القيمه. صح، هيدي كانت الفقرة الأخيرة باسكال. مشان هيك بدي أقول لك بس بتاع السوبر ماركت ما تاخذي كثير بالألوان، جربي أنت اختاري الغرض يلي بدك إياه، تكوني أنت مقتنعة فيه بتقري عليه مزبوط أنا بدي إياه أو لا. فإن شاء الله تكوني حبيتي الفقرة اليوم. ميرسي على هالفقرة، ميرسي على الأشياء اللي عم بتضوي عليها دايما. أنا بدي أشكرك لإلك على هالحلقة الكثير حلوة، بدي أتمنى لك نهار سعيد ويكون مليء بالإيجابية، بضل قول إيجابية 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 تحت ما يصير كل العالم إيجابي. دائما عم نشوف بلاسز وين ما كان. صح، شكرا لك باسكال. ميرسي لك إيميليو. لهون مشاهدينا بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم، أنا بدي أشكركم للمتابعة وذكركم إنه فيكم ترجعوا تحضروا حلقاتنا على اليوتيوب شانل الخاصة بمريم تي في لبنان. أنا بودعكم، ملتقانا الجمعة الجاية بنفس الوقت، إلى اللقاء.